الله يعطيكم العافية شباب. بدنا نبلش باكسرسايز 3.1 شابتر 3. في شركة اسمها كامبل سوب موجودة بالابندكس اي، موجودة باخر الكتاب، وبطلب مني هنا السؤال بانه انا احدد النت تشينج في اللونج تيرم ديبت للعام 2011، وبرضه بطلب مني تو انالايز اند ديسكاس ريليتيف ميكس اوف ديبت فاينانسينج فور كامبل سوب، شو يعني خليط الديبت تبعهم. Do you think Campbell Soap has any solvency or liquidity problem؟ بدك تشوف في عندك solvency أو liquidity problem. وآخر وبرضه بده Do you think the company should have more or less debt relative to equity؟ شو رأيك أنت، هل يجب أن تملك الشركة debt أكثر من الإكويتي ولا أقل من ما هو عليه؟ فبدنا نشوف كيف وضع الشركة. Do you think that Campbell Soap would encounter difficulty؟ هل تعتقد أنها ستواجه مشاكل إذا أرادوا إصدار مزيد من الديون من أجل التمويل؟ And especially attractive business opportunity، وبالذات إذا كان في فرصة لا business opportunity لهم، يعني هل هاي الشركة قادر أنها تيجي تحكي في أي لحظة أنا بدي دبت ولا لا، أو بقدر أنه أداين أو لا. الآن عشان نقدر نشوف الشركة هاي بدنا نروح على مكانها. السؤال موجود بالأبندكس A، وإذا بتروح لي على صفحة 768 بالكتاب، آخر الكتاب بتيجي، أنا فاتح شاشة عليها مباشرة هياتها، صفحة 768 بتلاقيها شركة كامبل سوب. طبعا هو بالابندكس تبع الكتاب حاط لك الشركه كامله، الافصاح كامل تبعهم، فبتلاقي من عند السبلمنت، من عند رؤيه الاداره وما الى ذلك بالكامل. مش حاطين بجوز في تقرير مدقق، ما بعرف اذا راح نقدر نلاقيه، بس هون انا عندي ال consolidated statement of earning اللي هي الانكم ستيتمنت، وعندي consolidated balance sheet زي ما انت شايف، current assets, plant assets and equipment, other assets, current liability بأنواعها. وإحنا هاي اللي بدنا نشوفها long term debt. long term debt في موجود في note 19. فيعني طبعا انت لما بدك تيجي تطلع اي اشي بالشركة راح تلاقي انه مثلا الانترست اكسبنس اذا حاب تطلع عليها بتروح على نوت رقم 3، هيك بالعاده بيعرضوهم. الفورين اكسشينج لوس ممكن تروح على نوت 4 وهكذا. فانا اللي طالبه مني السؤال اللي هو اللونج تيرم ديت في نوت 19، فطب وين بدي الاقي النوت 19؟ دائما الافصاحات الماليه بتكون مصحوبه بنوتس، واحنا هذا الحكي اخذناه بتشابتر 1 وحكينا النوتس من المهم انك انت تطلع عليها، بالذات اذا بدك تطلع على لونج تيرم ديبت، لانه هنا عندي رقمين، عندي 800 كان في وايش في هنا في العام العاشر، عشان هيك طلب مني العام ال11، يعني هو يعني مش معطيني سنوات، معطيني او مش معطيني تواريخ، معطيني سنوات. فبحكي لك في العام العاشر كان اللونج تيرم ديت 805 مليون وصار 772، ف يعني في مؤشر انخفاض هون anyway. بس خلينا نروح نتطلع، بس برضو هذا لا يعني انه انت تركن على هذا الرقم، برضو بدك تتطلع على الكرنت لايبيليتي برضو شو صار عليها وعلى التوتال. طبعا التوتال هنا مش مذكور، هنا ما عندي التوتال، التوتال لايبيليتي مش موجودة، لازم انت تحاول تطلعها، بدك تجمع الكرنت لايبيليتي مع اللونج تيرم ديت مع الاذر لايبيليتي اللي هي البرنسبلي ديفيرد اللي هي ديفيرد انكم تاكس. تمام، لاحظ هون بس قبل ما اكمل، يعني هي ملاحظه على الهامش انه بريفيرد ستوك وين موجوده، وحكينا اذا كان عندي البريفيرد ستوك فهي جزء من الاكويتي. طبعا اذا ريديمبل بتلاقيها هون باللايبيليتي، زي ما انت ملاحظ عندي كاش فلو ستيتمنت وراح نرجع لها راح نحتاجها، وعندي كونسوليديتد ستيتمنت اوف شير هولدر ايكويتي. الان النوتس، وانت لما تمسك اي قائمه ماليه في الدنيا او يعني على الاقل يعني في
حتى في الأردن لما تمسك بتلاقي إنه أوكي في نوتس، والنوتس بيشرحوا لك برضه، بعطوك معلومات راح تساعدك أنت في عملية التحليل. فإحنا حكينا هي نوت رقم 19، بدك تنزل تدور على النوت رقم 19. نوت رقم 19 هياتها نوت بايبل اند لونج تيرم ديت، يعني معطيني النوت بايبل ومعطيني اللونج تيرم ديت. انا ما بدي النوت بايبل لهذا السؤال، وتش زيهم قدامنا، انا مش هذول اللي بهموني، انا بدي ادور على اللونج تيرم ديت. لونج تيرم ديت كونسيست اوف ذا فولوينج، بتلاقي انه شو حاط لك، هي معلومات اللونج تيرم ديت شو صار عليه بير 10 وير 11 والتغيرات. فبتلاقي هون في راح، هون صار عليه تغير، هون ما صارش تغير، هون صار في تغير، هون صار في تغير، هون صار في تغير، هون صار في تغير، وهون صار في تغير، وهون صار في تغير، وهون برضو صار في تغير. فبتلاقي انه باغلب بنود اللونج تيرم ديبت صار عندي تغير، وبالاخير طلع لك الرقم الموجود في القائمه مباشره اللي انت مسكته واخذته، ويعني هو رقم بس نهائي ولا يدل على الاحداث اللي قاعده عم بتصير جوا بالشركه. هاي كلياتها بتقدر تعرفها من خلال النوت. نيجي الان بدي ارجعك بس للسؤال بشكل سريع، طالب مني determine the net change in long term debt during year 11. ماشي، long term debt، خلينا نجيب صفحه نشوف التغير اللي حصل. خلينا نشوف القلم. اوكي long term debt، دائما احسن اشي انك تشوف تغير افتح تي اكاونت شو صار باللونج تيرم ديت. عندي اول اشي البيجينينج تبع، يعني انت بدك تشوف تغير، فانت بدك تشوف الير 10 انتهت في 805.8، انتهت هاي الاند ل 2010، فهي البيجينينج ل 2011 او يعني للعام 11. فالبيجينينج 805.8 تمام. شو صار عندي كمان، خلينا نبدأ فيهم بند بند. أول إشي 159.7 هاي راحت، واضح إنه صار عليها retirement. خلينا نشيلها إذا هيك، فمدام صار عليها retirement بدها تيجي على هاي الجهة، جهة الدت يعني retirement بده يصير عليها 159.7. البند الثاني صار في تغير، صار في عندي انخفاض، فمدام صار في انخفاض فإذا في نفس الجهة 0.03 مقداره 0.03. خليني أحط لك هنا إشارات، يعني هاي للنقطة كيف بدي أحددهم، خليني اشوف طريقه اشوف الانترست قاعده عم تختلف. خلص هاي بدي اخذ الانترست كمرجع فقط لك انت، يعني هذا يعني ما بيصير تكتبها بهاي الطريقه، بس عشان انت تكون عارف من وين اجت هاي، من 13.99%، هاي من 13.99% انترست من هنا، يعني هاي اللي صار عليها ريديمبل، والثانيه اللي هي تبعت 9.125 اللي هي 9.125 فقط. هاي انا بكتبها من اجل انك تعرف من وين جبناها، ولا هي تي اكاونت، يعني هاي الديت والكريدت، الديبت والكريدت. فهون خلصنا من ثاني وحده، نيجي على الثالثه، صار في تغيير ما صارش اشي عندي. هون صار في زياده بمقدار 1 بالعشرة للنوت اللي 7.5 اللي هي ريديمبل ان يير 13، يعني متى بعد سنتين هاي بتصير ريديمبل، خلص بنسدها. ففي عندي زياده بقيمه 0.1 بنزيدها 0.1
بدي احط لك هون سهم انه هاي على صاحبة الانترست السبعة ونص، اذا انا متذكر صح. هسه برجع بتأكد واحنا بنكمل بالحل. نيجي على اللي بعديها هون، في عندي نوت اخذناها لير 18، يعني ده تقدر تحسب مدتها. احنا الان بلير 11 ل 18 سبع سنوات، فبقيمة 99.8. فما دام 99.8 زادت عندي على الليابيليتي، وهاي تبعت 9%. نصير نتأكد من السبعة ونص اذا انا صح. يس صح، السبعة ونص اياتها. طيب ننزل على اللي بعديها، بحكي لك بين 8.58 ل 8.75 ميديوم تيرم نوت لعام 21 اخذنا، لانها زادت. فهون عندي زيادة 100، هاي بما انه في عندي الريت مختلفة فخليني اكتب لها ميديوم. هاي ميديوم، ميديوم تيرم نوت، ماشي. خليني امشي على اللي بعدها. عندي 8.875% ديبنتشر ديو بير 41. هاي زي نظام البوند، هاي اذر نوت ديو ان 12 ل 24 سنه انترست بين الاربعه. هاي وحده ثانيه، خلينا على الديبنتشر. الديبنتشر زادت بقيمة 199.6، 199.6، وهاي بدي اكتب جنبها معلش ديبنتشر عشان نميزها. ديبنتشر دي بين تشرز. واذا انت يعني شو هي الديبنتشر؟ الديبنتشر هي يعني اي طريق، اي ديبت، اي ديت انت بتاخذه سواء بوند او ديت انسترومنت، وانت يعني بتبيعها او انك بتاخذ هاي المصاري، بتاخذ هذا الديت بناء على سمعتك بدون اي كولاترال بسموها، يعني بدون ما يكون عندك انت شيء اسيتس كضمانه لهذا الدين. فبالعاده لازم تكون سمعتك قويه عشان تقدر تفوت بموضوع الديبنتشر. كمل شوف شو صار بعد ال 199. وانا صار في عندي انخفاض في الاذر نوت 82.5 ناقص 28.2 بنحكي عن 24.3. فاذا 24.3 وهاي حكينا عنها اللي هي الاذر other note. طيب الأربعة طالعة زي السبعة، بس خلينا نضبطها. اوكي نروح على اللي بعديها، 250 شطبناهم هذول. بس شو اللي صار عليهم هذول 250؟ يعني دفعناهم مثلا؟ خلينا لقدام شوي بنشوف شو اللي صار عليهم من 250. بس مبدئيا انا بعرف انه يعني لا، لازم نشوف شو اللي صار. خليني احاول الاقي معلومه تقدر تفيدنا بهذا الموضوع. خليها شويه بس بتبين معنى، يعني الفكره انه راح تقدر تطول معلومه انه انا قاعد بدور بعيد. هياتها ريكلاسيفايد، ريكلاسيفايد، تمام اوكي. فطلعوا من الدبت، اعادوا تصنيفها 52 مليون بوينت 3. هذول شو صار عليهم؟ ريكلاسيفايد. اوكي الان اخر اشي الكابيتال ليز اوبليجيشن. والكابيتال انت مش يعني مش معذور منه الكابيتال، انت الاوبريشنال ليز قلنا طلع من المعايير، ولكن كابيتال ليز بعده. فشو صار على الكابيتال ليز؟ 12.9 زاد
0.9.8 يعني نحكي عن 1.9 نكتب جنبه كابيتال ليز كابيتال ليز اوكي ضل اشي ثاني لا هيك المفروض شملنا كل شيء نيجي الان أولها بدهاش تبين خلينا نجيبها زي 105.8 plus 0.1 plus 99.8 plus 100 plus 199.6 plus 1.9 equal 1- لأن الطرف الآخر 0.7 minus 0.3 minus 24.3 minus 250.3 equal 772 point كم 0.6 هذا الاند اوكي ذن يعني مؤشر جيد وهون خليني ارجع للسؤال determine the net change in the long term debt during النت تشينج هيو عندي هذا الرقم عندي هذا الرقم يعني خلينا نحكي beginning يعني شو النت هاي 700 ناقص 805.8 نت تشينج 33.2 وانا لاحظت انه هون حاطين لي تشيك الاجابة 33.2 انا شو طلع معي 33.2 مش 32.2 33.2 تمام هاي بالنسبة للاولى فرع A الان خلينا اروح على فرع بي وهو شوي يعني بدك تركز معي فيه لانه هون طالب مني اني احلل واركز على ثلاث نقاط Do you think Campbell Soap has any solvency or liquidity problem يعني في عندي انا مشكله بالليكويديتي لهي الشركه والسؤال الثاني Do you think the company should have more or less debt relative to equity Do you think that Campbell Soap will encounter difficulty if they wanted to issue additional debt to finance an especially attractive business opportunity? طيب خلينا نشوف. كيف بدك تعرف انت برضو بدك تلجأ للنوت بجميع الحالات انت مضطر اوبس شو اللي سويناه؟ مضطر ترجع للنوت. شو عم تحكي النوت هاي؟ اللي هاي انا كنت يعني بطلع على الارقام هون بس انا مستعجل حاب انزل على الكلام شو قاعدين عم بيحكوا عن هاي الشركه فيوتشر مينيمم ليز بيمنت اندر كابيتال ليز ار 28 اند ذا بريزنت فاليو اوف ساتش بيمنت افتر ديدكتنج امبليسيت انترست اوف 6.5 مليون از 21.5 اوف ويتش ومنهم ال 21.5 6.7 is included in current liability يعني رح تلاقي 6.7 من 21,000 included بالcurrent liability لما تيجي تطلع والباقي بده يصير long term اوكي يعني انت هيك لما تروح تقرأ الرقم تعرف من وين اجا بكون عندك indication انه هذا الرقم بالcurrent liability لما شفته من وين اجا هلا انا بديش اضيع كثير بالسؤال واروح اطلع عليها ونشوف نصير ندور على الارقام هاي رقم رقم بس يفترض انك انت لما تشوف بالكرنت لايبيليتي تقدر تلاقي ال 6.7 هاي خلينا نكمل ليز هاي معلومته يعني اوكي ماشي بس يعني ما مش حاس انها بدها كثير تساعدني بحل السؤال principal amount of long term debt mature هاي مهمه متى mature الدبت as follow year 12 في
في عندي بالسنة ال 12 يعني السنة الجاية، أنا الآن بسنة 11، 227 مليون بدهم يروحوا على الكرنت ليابيليتي، وهذا رقم محترم. وعندي بالير 13 118 بدهم يروحوا، وبالير 14 17 بس، بالير 15 15، بالير 16 108، اند بيوند 511. هاي بعدين بعد خمس سنوات. ومن ضمنهم هذولا اللي بحكي لك اند بيوند من ضمن ال 511 وينها؟ شفناها مع بعض قبل شوي، هاي ال 100 وبرضه هاي ال 100، هذولا بير 18 يعني لقدام هذول. وفي عندي هاي ال 199، فهي 100 200 300 400 لقينا منهم. في اشي ثاني، وهي ال 500 الثانية، هاي 500 وشو كمان 500، يعني بجزء هاي اكبر جزء منها لقيناهم، ال 511 اللي بحكي عنهم اللي بعد 2016 هذول، يعني بعد 5 سنين عمرهم، يعتبروا لونج تيرم بعد هذول. The company has filed a shelf registration statement. بس خليني اوقف هون، لانه اصلا هذول المعلومات هم يعني اول مؤشر انا لازم امسكه. شو الاشي اللي بيهمني انا هون؟ انا بعرف انه في عندي 227 هذول يعني زي ما بيحكوا مياتهم على النار، لازم يندفعوا، لازم يكون عندي انا. هل انا قادر على تغطية هيك ارقام ولا لا؟ بدي اشوف كيف، بدي اشوف، بدي اطلع اشوف الكاشف له شو وضعها. ما بيقدروا يغطوا مثلا، عندهم الانترست كفرج بيقدروا يغطوا الانترست تبعهم ولا لا؟ برضو هاي اضعف الايمان يعني. كمان وين احنا صرنا؟ انا شوية ضيعتي ب 268. اوكي احنا فوق، لازم نطلع. ماشي، كونسوليديت ستيتمنت اوف كاش فلو وصلناهم. هاي خلينا نشوف. طبعا هنا بيهمني هاي، بيهمني هاي اوبريشن، الاوبريتنج اكتيفيتي هي اللي بتهمني، او الاوبريشنال كاش فلو. الاوبريشن كاش فلو تعال تطلع لي عليه، قديش الرقم اللي انت شايفه؟ تلاحظ انه الرقم 805.2 which is a good. يعني انت عم تحكي لي عن 227 لازم اسدهم، وفي عندي بالاوبريشن كاش فلو 805 مليون، فانا يعني واضح انا ما عندي مشكلة سيولة. انا الارقام هاي ما بتخوف ابدا، اوكي رقم كبير بس لكنه غير مخيف، لانه اطلع انا ادائي كيف. فهي اول استنتاج انا بقدر اقدمه بالنسبة لموضوع السولفنسي. طلعت على الديون، متى عندي استحقاقات، قارنتها شو بالسيولة اللي متوفرة لدي. بهالبساطة هاي يتم التحليل. هلا برضو يعني موضوع آخر، خلينا أنتقل للي بعديها. برضو بالنسبة للسيولة، أنا عندي برضو الانترست كفرج ريشيو بتهمني، فخلينا أشوف والله النت النت إنكم، ليش لا؟ خلينا نشوف النت إنكم ونقارنه بالانترست إكسبنس. معناته أنا شو بدي؟ أي قائمة؟ كونسوليديتد بالانس شيت. أوكي، طلع معي النت إنكم قديش؟ النت إنكم 401.5 which is again a good number. بالذات اشوف بالله هاي 9 و10 و11. لاحظ معي اذا بتعمل، طلع معي شو صار مع الشركة هاي السنة. هاي بالنسبة لهم سنة ذهبية يبدو بالنسبة للإنكم. طبعا لسه احنا ما بنعرف الباقي، لازم نطلع. لا تخلي دائما اول رقم هو اللي يغلب على رأيك، ولكن خلينا برضو نطلع على الانترست ريشيو. شو بالنسبة للانترست كفرج ريشيو؟ شوف بالله الانترست انكم. اوكي، تمام. فانت لما تلاقي الانترست اكسبنس 116، اوكي، والنت انكم عندي، او عندي الايرننج بيفور، الايرننج بيفور انكم، خلينا نطلع الريشيو ما احنا فيها. اللي هي الانترست كفرج ريشيو، الانترست بديش احمر، الانترست كفرج ريشيو شو بدها تساوي؟ الايرننج بيفور تاكس على اللي هي يعني زائد
interest expense على interest expense طول الأرقام 600 earning before tax 167.4. اوكي خلاص تمام. والأولى 116 بتروح قدر أطبقها 7.4 بلس 1162 على اوبس ليش هيك صارت معنا على 116.2 ويساوي 6.7 تايم بغطيها 6.7 مرات بغطيها. فأكيد أكيد ما عندي أنا مشكلة بالنسبة لأنه to meet my obligation إني أنا ألاقي أو إني أقدر أغطيها. طب كمان شغلة نشوف هسا نشوف بالنسبة للموضوع اللي أثاره السؤال Do you think Campbell would encounter difficulty if they wanted to issue debt؟ يعني بتمحور حوالين الديبت هذا السؤال وشو وضع الديبت للإكويتي. فيعني واضح إنه عم بحكي لي هنا يعني شو بالنسبة للديبت تو إكويتي ريشيو. خلينا نشوف بالله الديبت تو إكويتي ريشيو شو بدها تصفي معي. أوكي هاي البالانس شيت عندي اللونج تيرم ليابيليتي عندي الكرنت ليابيليتي عندي. طب شو بدي أعمل؟ بدي أجمعهم عشان اعرف لانه هنا انتبهنا عليها مش موجوده 127 اوكي بلس 772.6 بلس 305 ايكوال هاي الرقم خلي اكتبوه 106.55.6 بدي اقسمها على عشان تطلع ديبت اكويتي ريشيو على الرقم السحري اللي هون توتال شير هولدر ايكويتي. اوكي 1.7 93.4 نروح على الشاشه خلينا نشيل هاي. اوكي شو بالنسبه ل شو بالنسبه ل الديبت تو ايكويتي ريشيو وسيلف اكسبلاناتوري يعني شو بدي اقسم شو على شو توتال. واحد ستة خمسة خمسة بوينت ستة على واحد سبعة تسعة ثلاث بوينت اربعة ويساوي 1.3 تايم يعني لو بدك اللي بيقرأوا القوائم بالعادة يعني إذا إجا شاف 1.3 بدي يقول لك ماشي الحال هاي الشركة بتعتمد على الديون في تمويلها أكثر بشكل أكبر يعني أغلب الأسيتس عندها مصادره ديون مش مصادره إكويتي فبيجوز يصير يحكي لك انه هذا الرقم ليس جيد وكذا بس انا مش شايف هيك بصراحة يعني ممكن طبعا المحلل المالي ما راح يحكي لك زي هيك اللي بيحكي لك اياه انه اي واحد بيستقرأ بس بيطلع الريشيو وبيمشي بس لما تستقرأ الشركة من الداخل وتقرأ النوت وتشوف وضع الشركة انه لا والله بصراحة الشركة مش هيك نظامها الشركة فعلا عليها التزامات ولكنها عندها قفزة كبيرة بادائها والشركة ثابتة من ناحية الليكويديتي من ناحية السولفنسي وحتى النسبة هاي كنسبة it's not a big deal يعني أنا مش شايفها big deal بالعكس أنا شايفها نسبة جيدة عادي ف واضح إنه الشركة هاي يعني أو واضح إنها مش قاعدة عم يعني ما بتعمل utilization للإكويتي تبعها فالأمور I think it's good ما في حاجة للمور ولا لس يعني عادي الأمور بالشركة طبيعية. الآن نجي على آخر نقطة آه
واللي اثارها يعني السؤال، انه انا شايف انه الشركة من ناحية الكاش فلو امورها كويسة، ومن ناحية الريشيوز بشكل عام كدبت لإيكويتي وما الى ذلك انا شايف امورها جيدة. فانا ما عندي، لا ليس لدي اي شعور بانه هاي الشركة راح تتغلب اذا اضطرت انها تجيب اي ديون، بسبب انه اول اشي الكفرج عندها عالي، مغطي الانترست تبعها بسهولة يعني 6 بوينت كذا. وثاني مشكلة، ثاني شغلة في عندها انها قادرة برضو القلم بطل يكتب معي، بس على كل حال مش راح نحتاجه الان. ثاني شغلة انه حكينا الريشيو عندي مغطيها كويس، الدبت اموره كويس، الشركة قادرة تسد ما عليها مشاكل. ف يس اذا كان في اي opportunity، ويكفي اصلا انها السنة الماضية ماخذة اللي هو الديبنتشر او ديون يعني بدون اي بدون اي، بس بناء على سمعتها ماخذة هاي الديون. فبالتالي الشركة يعني اوريدي اصلا عم تاخذ ديون بدون اي ضمانات من الان بناء على اسمها، ولا 41 سنة زي ما شفته. فخلينا نحكي انه لا، الشركة امورها كويسة وقادرة على اخذ الدبت وما ومستمرة. يعني الى هنا بنتهي حل السؤال. الله يعطيكم العافية.